اليوم بأولى محطتنا يا ميسان الصباحية رح يكون النظام الغذائي الصحي هو محور فقرتنا، فكيف إذا ارتبط نظام حياتنا بالنوم فترة يلي بيرجع فيها الجسم لإعادة برمجته من أول وجديد. بس للأسف هي القصة وهي الحالة يلي ممكن إنه تتحول عند البعض لإدمان بيتسبب بكتير من مشكلات الصحية. واليوم مع الساعات الطويلة صيام طاقتنا عم تستهلك بشكل كامل والحاجة للنوم عم بتزيد. اليوم مع ضيفتنا الدكتورة ديانا فلوح أخصائية بمجال التغذية رح نتعرف على الفوائد، لكن أكيد رح توسع أكثر بالحديث عن الأضرار اللي ممكن يسببها. يسعد صباحك، يسعد أهلا وسهلا صباحك فيك ميسان، ديانا. يسعد صباحك ليا، صباح النور وأهلا ينعل وسهلا عليكم فيك. ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا رب تمام. وعلى كل المشاهدين. خلينا بالبداية نحكي عن علاقة النوم بالتغذية الصحيحة تمام. وبالجسم السليم يعني تحديدا. دايما ليا بنربط التغذية وال يعني بشغلات مثل الأكل، مثل الرياضة، مثل الحالة الصحية. غالبا ما بنتطرق للقصص الصغيرة يلي بتأثر على زيادة الوزن. للأسف النوم، قلة النوم خاصة ممكن تكون سبب لزيادة الوزن. وكمان في نقطة تانية مهمة، إنه زيادة الوزن ممكن تأثر على جودة النوم، فهي هي العلاقة كتير لازم ينحكى عنها ولازم نتطرق لها، لأنه فعلا ممكن تكون سبب لكتير من الأمراض التانية المرتبطة مو بس بزيادة الوزن. ممكن تكون، وكتير من الدراسات عم تركز إنه قلة النوم ممكن تكون سبب لارتفاع نسبة حدوث السكري، ممكن تكون سبب لزيادة مقاومة الإنسولين بالجسم. فنحن خاصة عند الأشخاص يلي بيناموا أقل من 5 ساعات، وهذا الشيء ممكن نشوفه بشهر رمضان، لأنه أشخاص ممكن يسحبوها من الإفطار لسحور بلا ساعات، بلا أي ساعة نوم، وممكن يكون عندهم دوام صباحي، فكمان هذا الشيء بخفف من ساعات النوم. فمننا نشوف هاي العلاقة، وخاصة انه كثير من الاشخاص بيعانوا بنهاية الشهر الفضيل لزيادة بالوزن، فممكن يكون عامل النوم احدى، انه هو ما عم ينام وممكن يكون عامل قلة بزيادة النوم. الوزن. قلة النوم طيب كمان في اشخاص بصير عندهم يمكن زيادة نوم بشهر رمضان، صحيح، خصيصا اللي ما بيشتغلوا، بس تمام. بيكون هذا النوم بشكل عشوائي. تمام. هذا الموضوع ممكن كمان يأثر على الحالة أكيد. الصحية وحالة التغذية، السمنة أكيد. بشكل عام. أكيد، يعني نحن عم نقول إنه عم نشجع النوم بفقرة اليوم، بس كمان خربطت ساعات النوم والساعة البيولوجية ميسان كتير بتأثر على هذا الموضوع. بس المهم نحرص إنه نحن كأشخاص بالغين، خلينا نقول لازم يكون في على القليلة 10 ساعات نوم، 8 لـ10 ساعات نوم. هاي ساعات بتفرق طبعا من شخص بالغ لمراهق لطفل صغير لرضع. طبعا يعني الرضع او اللي اقل من 3 سنين خلينا نقول لازم يكون في عندهم 12 ساعه نوم، من 3 لـ5 سنين لازم يكون في عندهم حوالي 11 ساعه نوم. المراهقين وخاصه هلا في طلاب عم تقدم بكالوريات، اكيد غلط انه نحن نسهر، هذا الشيء كان لازم ننبههم عليه قبل وبشهر المراجعه، لانه في ناس بتميل للسهر للدراسه، هذا الشيء ابدا مو صحي وغير صحيح. خلينا نحكي كبالغين، اكيد بتاثر ساعات النوم، وقلنا مثل ما قلنا بالبدايه انه 5 ساعات نوم اكيد لازم نتجاوزها لتوصل لـ8 ساعات على القليله او 10 ساعات بشهر رمضان. هلا اختلاف ساعات النوم، نحن دائما بنقول انه ساعات النوم بالليل هي الافضل، وخاصه بالوقت الذهبي اللي ما حدا بينامه للاسف، من 10 ل 12 بالليل. من العشرة لـ12 ولا من الـ11 لـ3؟ من العشرة لـ12 هن هدول ساعتين الجمال بيقولوا عنهم، يعني لنقاء البشرة ولصفاء. ليش؟ يعني هن مو رابطينها بالنظريات خلينا نقول جمالية، بس بهدول الساعتين بالذات بيكون أوج إفراز هرمون اسمه الميلاتونين يلي بيساعد على نوم مريح. وجدوا أنه الأشخاص اللي بيناموا أقل هن أشخاص عم بيصير عندهم نقص بإفراز هذا الهرمون، نقص هذا الهرمون للأسف عم بيسبب زيادة بالوزن. نعم، يعني خلينا كمان نحكي عن فكرة النوم بساعات متقطعة والنوم طبعا. الخاطئ، كمان بنشوف كتير من الأشخاص بعد الفطور، وعم نشوف إنه الفطور بوقت صحيح. متأخر عم يكون تمام. بياخدوا قيلولة صغيرة بعدين بيقوموا بيسحبوها هيك وبيكفوا نهارهم، لنهار. كمان هذا الشيء قديش يمكن بيضر؟
هلأ ليا إذا عم بيناموا بخلال النهار أو عم ياخدوا هالعشر ساعات خلينا نقول خلال النهار ما في مشكلة لما يكون في سهر، وطبعاً تجاوزاً هذا الشيء عم بيصير بشهر رمضان. القيلولة لا يعني ما بتأثر، بس ما تكون قيلولة طويلة وما تكون بعد وجبة الإفطار مباشرة، هذا الشيء بيصير بيسبب مشاكل، وخاصة عند الأشخاص يلي بيكون عندهم مشكلة الارتجاع المريئي. هدول الأشخاص لازم يحرصوا على الجلوس أو عدم التمدد بعد وجبة الإفطار مباشرة أو بعد وجبة الغداء، فكمان هي ملاحظات صغيرة. هي العلاقة يمكن بكم أو بنوع الأكل يلي كمان عم يأكله، في أكل بتاكلي خلاص تماماً. لبن مثلا هيك اللبن أو وجبات الدسمة كمان بتقل الواحد بتقل. بحط رأسه للأسف بنام. في شغلات لازم ننتبه لها بوجبات الإفطار وبوجبات السحور. ميسان يعني بوجبة الإفطار أوكي نحن لازم يكون في عنا الشربات السلطات الوجبة الأساسية، بس دائما يكون في بطء بتناول هالوجبات، يعني ينتهي لحالنا وقت أنه خلال 20 دقيقة يتم استهلاك هالوجبة. هذا الشيء بيساعد أولاً، وعدم التمدد مباشرة بعدها كمان شيء بيخفف من التخمة والآلام المعدية والحرقة المريئية اللي بتصير عند كتير من الأشخاص. بس أكيد كمان مثل ما ذكرتي ليا طبيعة الوجبة بتأثر، بس خاصة يعني تأثيرها ما بدنا نركز عليه بوجبة الإفطار قد ما يكون بوجبة السحور، لأنه في أشخاص كمان بيميلوا للتتقيل مثل ما بنقول بالعامية لوجبة السحور، هذا الشيء عشان أساس إنه يشبعوا يكفيهم كل ساعات النهار، هذا الشيء للأسف بيسبب لهم مشكلة إذا حبوا ياخدوا قسط من الراحة أو يناموا بعد وجبة السحور دغري. هي ملاحظات عامة ممكن أقولها للأشخاص حتى في حال عدم الصيام. وجبة العشاء ما لازم تكون وجبة ثقيلة، ما لازم تكون تحتوي على ملونات أو أي ملح، خاصة الأملاح الموجودة بالشربات الجاهزة أو مكعبات مرق الدجاج. هي فيها نوع من الأملاح اسمه MSG، هالنوع من الأملاح للأسف بيسبب تنبيه بزيادة. الكافيين هو من الشغلات اللي كمان لازم ما نتناول على وجبة السحور مثلا، أولا لأنه بتنبه أكتر ما بتخلينا ننام بشكل مزبوط، وثانيا أنه هي من المواد الغذائية يلي بتسبب إضرار للسوائل، ونحن بحاجة للسوائل بشهر رمضان. فأي شيء بيحوي الكافيين سواء الشاي القهوة المتة الشوكولا الداكنة، حتى دايما نقول عنها مفيدة، بس إذا تناولنا كميات كبيرة منها أو أغفلنا وجبة السحور على حساب هالنوع من الحلويات أكيد منوصل نحن عم نفقد سوائل نتيجة وجود الكافيين وعم نتنبه، وبالتالي ما رح نقدر نرتاح بعد وجبة السحور. ناس كثير بتسأل انه ممكن الانسان يحرق حريرات وهو نايم، سعرات حرارية وهو نايم. مرسي للسؤال، لانه عفوا صحة كثير من الاشخاص بيفكروا انه نحن كل ما ضلينا فايقين اكثر بنكون عم نحرق اكثر، بس في شيء اسمه خلينا نقول بلغة التغذية البيزن ميتابوليك ريت، يعني نحن عم نحرق ونحن ما عم نقوم باي نشاط. فهي بشرة سارة للاشخاص يلي بيناموا انه نحن كل ساعة نوم تقريبا بتحرق بين 60 ل 70 سعرة حرارية. فساعات الليل النظامية اذا نحن نمناها تعادل يعني قسط منيح من السعرات الحرارية يلي بيستهلك الجسم للقيام بعمل القلب بشكل جيد، عمل المعدة، وخاصة نحن هلا عم نتسحر وننام، فهذا شيء عمليات الأيدية كلها وعملية الهضم عم بتصير أثناء ساعات النوم، وبالتالي نحن أكيد بحاجة لطاقة. ومشان هيك أنا كتير بشجع وبركز على إنه الأشخاص ما يهملوا وجبة السحور. نحن بحاجتها لتعطينا طاقة بساعات الصيام، بس نحن كمان بحاجتها لحتى تعطينا مجال لحتى نقوم بالعمليات الأيدية اللي بيقوم فيها الشخص بساعات النوم بشكل مثالي. نعم، خلينا نحكي عن كل شخص كان يقوم بعملية بالرياضة. كان يمكن قبل بشهر رمضان شوي بتخف روحها على النادي او المشي او هيك بخف، بصير انه خلص مرتبط بشهر رمضان، وخاصه حاجه الرياضه الى المي كمان بتعطش. صحيح. الرياضه، خلينا نحكي كيف هون يمكن خلال الشهر الكريم انه الناس فيها ترجع هيك شوي توازن، انه هلا بدها توقف الرياضه لمده شهر وما بعد الشهر. كيف بترجع من اول وجديد هيك لحتى تروح الدهون وتاخذ
تاخذ على الرياضه. الرياضه كثير بيصير عليه تساؤلات وبتتضارب الاراء فيه بين اننا نقوم بالرياضه قبل الافطار لانه هذا الشيء بيساعدنا مثل ما يقال انه على حرق الدهون اكثر لانه الجسم بيكون استنفذ كل مصادر الطاقه. هذا الشيء جدا سيء. وبشهر رمضان بجوز النوادي ما تكون فاتحة، بجوز أشخاص ما يكون لهم حيل، فنحن ما أكيد ودائما منشجع على ممارسة نشاط، بس ما يكون شخص تعبان أو مثلا نايم كل النهار ما عنده أي مصدر للطاقة وبعدين يروح يمارس الرياضة قبل الإفطار. هذا الشيء علميا خلينا نفسر لكل المشاهدين انه عم بيسبب خساره. اول شيء نحن بنكون استنفذنا كل مصادر الطاقه اللي جايه من الكربوهيدرات، فالجسم رح يتجه للعضلات، والعضلات هي اثمن شيء موجود باجسامنا، فكتير لازم ننتبه انه نحن ما لازم نخسر المخزون العضلي، المخزون البروتيني الموجود باجسامنا، لازم دائما نكون اكلين حتى يستهلك الجسم من المصادر الطعامية الطاقة وليس من مخزون العضل، لأنه قلة مخزون العضل بأجسامنا على المدى البعيد رح تسبب بطء بالحرق وبطء بعمليات الاستقلاب، ويصير يستغربوا الأشخاص ليش ما تنزل وزنهم مثلا إذا عم نحكي على الأشخاص اللي عندهم زيادة بالوزن بشكل صحيح. لذلك نحن أفضل وقت لممارسة الرياضة هي بعد ساعة أو ساعة ونص من وجبة الإفطار، معلش إنه نرتاح، معلش إنه ناخد قطعة من الفواكه لحتى تكون هي المصدر الأولي اللي بياخذ منه الشخص الصائم طاقته في حال حب يمارس الرياضة بعد الإفطار مباشرة. يعني يمكن الناس تسأل إنه أحيانا ممكن بيصير عندهم تلبكات معوية إذا عملوا رياضة بعد الأكل بعد الطعام، لهيك العالم بتحب تعمل الجسم ميسان، يعني بده يوزع احتياجاته، فبيصير بيتلبك، يا بدنا نهضم يا بدنا نمارس الرياضه، يا بدنا نعطي هذا الشخص الطاقه للرياضه. فكتير غلط انه نحن نفطر وفورا ننزل على الجيم، بدنا ساعتين يعني تقريبا ساعه ونص مينيموم لحتى يقدر الشخص او يقدر الجسم ياخذ طاقته اللي لازمته ليكفي نهاره بشكل صحيح. وبعدين قلت لك يعني ممكن نحن ناخذ سناك خفيف، قطعه فواكه، تمر او الموز او اي شيء نحن ممكن موجود بشهر رمضان، فواكه المجففه، لحتى يبلش الجسم باستهلاكها كوجبه طاقة مثالية للتمرين الرياضي، ومن بعدها بكفي نهاره أكيد بلا ما تصير معه هالمشاكل الصحية اللي بتصير. ساعة ونص إذا مو آكل كتير، إذا مو آكل كتير إذا وسط إذا وجبة كبيرة، إذا وجبة كبيرة أكيد رح تزعجه. نعم، خلينا هيك شوي نحكي عن المي. يعني الصائم ما بعد الفطور إذا بلش بكاسة مي يمكن بتسدله نفسه، أو الجسم كتير بحاجة للمي، فهون نحن بفترة الإفطار كيف بتم تعويض المي بدون ما يصير تقل؟ يعني بعض الأشخاص بتسبب لهم المي تقل مع أنه لازم يشربوا مي. خلينا نحكي عن تعويض المي. أول شيء يعني السنة الكريمة بتقلك أنه نحن لازم نبدأ الإفطار دائماً بكوب من الماء مع 3 تمرات، فهذا الشيء علميا صحيح جدا وبيساعد الصائم او بيتيح للصائم انه ما يبلش فورا بالوجبه الرئيسيه يلي هي بتخلي مجال او تلبكات المعويه اللي بتصير مع الاشخاص بشهر رمضان والتقل يلي بيصير معهم نتيجه تناول الوجبه الرئيسيه مباشره. فنحن بننصح دائما بكوب من الماء، التمر، يقوم الصائم بصلاة المغرب وبعدها يبلش بوجبات أو وجبة الإفطار يلي دائما ننصح بتراتبية البدء فيها بالشوربة أولا لحتى ياخد حاجته من السوائل، بعد السلطة، وهذا الشيء ممكن يتيح للمعدة أنه تتعبى بقصص سهل هضمة وبتعطينا فيتامينات ومعادن يلي بتكون نقصت نتيجة ساعات الصيام طويلة، وأخيرا الوجبة الرئيسية أو الوجبات الرئيسية يلي منلاقيها على كمان وجبات، وفي أكثر من وجبة، فنحن لازم دائما يكون في اعتدال، يكون في حصة من النشويات مثل الخبز، الرز، البطاطا، المعكرونة أو أيها، بس مو على حساب المصادر البروتينية أو الألياف مثل الخضار اللي ممكن تكون موجودة، سواء أكلة مثلا فيها أو حدا رز مثل الفاصوليا، البامية، البازيلا وجزر مرقة حمراء، يعني كتر من القصص الثانية اللي بتيجي مع الرز أكتر منها لأنه هي اللي بتاخد أكتر شي وقت بالهضم وممكن يعني تزعج الصائم وما تترك له مجال أنه ياخد أي وجبة تانية، وهذا اللي بنشوفه خاصة عند الأشخاص أنه
نحن شبعانين على وجبة الإفطار ما في داعي ناخذ وجبة السحور. تماما قلتي انه ما بصير ابدا نغفل وجبة السحور وهي كتير أكيد. مهمة، لكن العالم احيانا مشان ينزلوا وزنهم خصيصا صحيح. انه هي ليلية الوجبة وبعدها بدهم يضطروا يناموا ما بيتسحروا. شو هو الشيء يمكن اللي بيساعد الانسان على انه هو يحافظ على وزنه وبنفس الوقت يتسحر سحور يكفي خلال النهار مو تحشاية بطن مثل ما بيقولوا يعني؟ للأسف لانه الفترة قصيرة بين الإفطار والسحور مثلا، هذا الشيء بيفكروا الأشخاص أنه يلا ما في داعي ناخذ وجبة السحور. نحن حتى نحافظ على استقلاب جيد لازم نعطي الجسم أكثر من وجبة خلال النهار حتى يكون في أكثر خلال ساعات النهار. إغفال وجبة السحور شيء ما منشجع عليه أبدا، يفضل دائما أنه ناخذ وجبة سحور متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. كيف يعني؟ لازم يكون فيها كربوهيدرات مصدر من النشويات مثل الخبزة أو قطعة التوست. لا يفضل أنه نحن ناخذ نفس وجبة الإفطار على السحور مثل ما منشوف كتير أشخاص بيعملوا هاي النقطة. وجبة بروتين ما ضروري كمان تكون لحوم أو مرتديلات، هي شغلات إذا بدنا نرجع لحديثنا عن النوم فيها نوع من الأملاح يلي ممكن يخلي الشخص يعني نشط أكثر أو عنده طاقة أكثر وما يخليه ينام بشكل مثالي. لذلك أحسن شيء لحتى ننام منيح بعد وجبة السحور ناخد شيء من مصادر الألبان يلي بتحتوي على حمض أميني اسمه التريبتوفان. هذا الحمض الأميني كتير بيساعد الأشخاص الصائمين على نوم مريح، على نفسية منيحة وريلاكس بساعات الصيام الأخيرة. فنحن لازم نركز من منتجات الألبان، يعني عم نحكي على الحليب، على اللبن، على الجبنة، واللبنة هي أشخاص بتعطينا بروتين بتمدنا بالشبع لساعات طويلة ومصدر من الدهون معه، يعني ممكن يكون في زيتون أو زيت الزيتون بالإضافة للبيض يلي بيحوي نفس هذا الحمض الأميني اللي حكينا عنه، وكمش من المكسرات يلي يفضل إنها ما تكون مالحة أو محمصة تجنبا للسعرات الحرارية أو العطش نتيجة تمليحه. نعم، خلينا هيك شوي نحكي ما بعد الإفطار. كتير من الأشخاص بيصير عندهم مشاكل بالمعدة، ومن أبرز المشاكل هي الحرقة يمكن. تمام. يلي دائما بنشوف إنه أنا ما فيني عندي حرقة، أكيد. فهي هذا الشيء كيف لازم، شو لازم يعملوا الناس لحتى يبتعدوا عن الحرقة المعدة؟ أول شيء لازم ندور إذا في سبب طبي هو يلي مسبب لها الحرقة. ممكن يكون فتق بالمعدة، فتق بالحجاب الحاجز، فلازم الشخص الصائم ينتبه لهذا الشيء، ما يترك حاله، ما يهمل حاله، دائما يكون في مراجعة للطبيب، لأنه في بعض الأشخاص يعني ممكن طبيب ينصحهم بعدم الصيام نتيجة هذا الشيء. فنحن لازم ننتبه لهذا الموضوع. تغذويا يفضل ما يكون في سرعة بتناول الطعام وتخبيص وتخبيص تماما، يعني ما ناخد أكثر من شيء، وجبة واحدة بسيطة. لازم يكون الصائم كمان أكله ما يكون كتير مبهر، ما يكون فيه كتير كميات عالية من الدسم، والحلو ما يكون كتير كمان. الحلو قصة تانية، هو فقرة الحلو لحالها من عند فقرة يعني بينحك علي الحلو فقرة كاملة. فلازم ينتبه الشخص الصائم انه الحلو اكيد نحن نتجنبه لبعد ساعة او ساعتين بس لنجاوب على السؤال، بس اكيد ما يكون فيه بهارات بشكل كتير كبير، ما يكون فيه حموض، يعني يكون الاكل حامض او فيه دبس مثلا، دبس بندورة كمان، هي شغلات ممكن تزعج الصائم يلي بيتناولها. في بعض الأشخاص للأسف أكلات اللبن أو الأكلات اللي بتسبب النفخة والبقوليات هي بتزعجه، فالشخص يلي بيعاني من هالقصص هو طبيب نفسه، أكيد بيعرف حاله أنه هاي الأكلات ممكن تزعجه، ما لازم يكتر منها بكميات كبيرة، والأهم أنه ما يتمدد بعد وجبة الإفطار لأنه هذا أكتر شيء ممكن يزعجه، ما يتمدد مباشرة. يعني ما عندنا مشكلة نحن إذا الشخص حب يرتاح بعد وجبة الإفطار تقريبا نص ساعة ل 40 دقيقة أو 45 دقيقة حتى يتيح مجال للطعام بأنه يمر من خلال المعدة، وبالتالي ما بتصير معه هالإزعاجات اللي بتصير مع أغلب الصائمين. يعني يمكن أنت قلتي أنه ما بصير الشخص يتمدد بعد وجبة الإفطار، طب هي الشيء اللي بيعانوا منه بعد السحور كيف بده يتعامل واحد؟ شو هي الساعات السحور يعني، وهل لازم السحور يكون مقسم ولا
خلص فرد مرة دفعة واحدة؟ يكون الوجبات مقسمة، خلينا نقول مثال بين وجبات الإفطار والسحور. يعني نحن يفضل إنه نمرق قطعة فواكه، نمرق كوب من العصير لحتى يعطينا شوي من احتياجاتنا من السوائل. حتى المكسرات فيها تكون بين الإفطار والسحور. حتى المكسرات أنا بنصح فيها إنها تكون سناك تاني قريب لوجبة السحور. يعني نصحنا فيها، بس الصائم ممكن يأخذها قبل السحور تقريبا بساعتين وبعدها يأخذ وجبة السحور. المكسرات غير إنه هي مصدر بروتيني جيد، فيها العديد من الفيتامينات والمعادن، وفيها الحمض الأميني التريبتوفان، صديق الأشخاص يلي بيحبوا يناموا بعد وجبة السحور. بالإضافة أنها تكون وجبة السحور بسيطة، يعني تشابه وجبة الفطور العادي اللي بناخذها بالأيام العادية، الخبزة مع مصدر بروتيني مثل مشتقات الألبان أو الحليب، أو ممكن ناخذ المسبحة، بيضة مسلوقة خفيفة كمان تحتوي على حمض التريبتوفان، أو ممكن نحن نستغني عنها لسهولة التحضير، ناخذ حبوب الإفطار مع الحليب. وجبة مثالية ورائعة وبتساعد الصائم إذا حب يرتاح بعد وجبة السحور، بس أكيد طبعاً بده يتجنب الشغلات الدسمة، الشغلات اللي فيها بهارات وأملاح بنسبة عالية، والكافيين يلي بيضر السوائل برج السمو. ونحن عم نحاول نحرص عليها كل ساعات الإفطار بين الإفطار للسحور. نعم دكتورة ديانا فلوح، نحن كثير بدنا نتشكرك، وهيك الله يبعد المشاكل والله هيك يجيب النوم لكل حدا لحتى يكون جسمه سليم. ميرسي كثير لك، ويسعد لك ليالي، سعد صباحك ميسان، رمضان كريم عليكم وعلى كل المشاهدين. وعليك يا رب، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. اما هلا ميسان